معايا على الهاتف الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الغربيه. برحب بحضرتك يا دكتور خالد. برحب بسيادتك يا استاذ سامح والساده المشاهدين، وكل عام وحضراتك وفلاحين مصر وفخامه الرئيس ومعالي الوزير ودوله رئيس مجلس الوزراء، الجميع بخير ان شاء الله. وحضرتك بالصحه والسلامه يا دكتور خالد. محافظه الغربيه محافظه زراعيه جميله، القمح هذا الموسم اخر حصر للمساحه المنزرعه وصل كام فدان؟ الحمد لله احنا تخطينا ال 130 الف فدان، وما زال جاري الحصر لتدقيق المساحات اللي تم زراعتها، والحمد لله موسم النمو بخير الحمد لله. ومحافظه الغربيه التزمت بالخريطه الصنفيه للوزاره حددتها سيادتك، وطبعا قايمين دلوقتي بدور ارشادي وتوعوي كبير بالنسبه لاهالينا المزارعين في محافظه الغربيه. بنقوم دلوقتي حاليا بتنفيذ المدارس العقليه والندوات الارشاديه ومشروع ترشيد استهلاك الميه بالنسبه لمحصول القمح، والحقول اللي تم زراعتها على مصاطب وتم التسويه بالليزر الحمد لله في محافظه الغربيه استهدفنا 1500 فدان تم تسويتهم وتم زراعتهم في داخل حقول المشروع بتاع ترشيد الميه. عملنا حوالي 390 حقل ارشادي، دول موجودين في محافظه الغربيه بتعليمات من معالي الوزير. طبعا زودنا عدد الحقول الارشاديه وخلينا حقل ارشادي في كل جمعيه زراعيه وفي كل قريه، والحمد لله متابعين موسم نمو محصول القمح، والحمد لله المحصول بخير، وان شاء الله يبقى موسم كله خير ان شاء الله. هو حضرتك قلت لي لغايه النهارده او 130 الف فدان اللي تم حصرهم وجاري الحصر، هو المستهدف كام فدان اساسا؟ احنا مستهدفين 149200. 149200. هل تتوقع نحقق المستهدف ولا هنتخطاه؟ لا متهيألي مش هنقدر نوصل للمستهدف، عشان طبعا في مساحات زادت بالنسبه لمحصول البصل داخل محافظه الغربيه نتيجه ارتفاع الاسعار بتاع سعر البصل في الاونه الاخيره، خلت الناس عدلت شويه عن زراعه محصول القمح واتجهت في محافظه الغربيه لزراعه محصول البصل، لان محافظه الغربيه بتعتبر من المحافظات الرئيسيه اللي بيزرع فيها محصول البصل كمحصول شتوي رئيسي في الدوره الزراعيه. انا مع ان المزارع يكسب والدوله كمان بتشجع ده، وعلشان كده في متابعه مستمره لاسعار المحاصيل، يعني لو المزارع شايف ان البصل هيكسبه والدوله في احتياج للقمح فبيتم رفع سعر القمح تحفيز لزراعه الاقماح. انا مش ضد زراعه البصل، بس اكيد حضرتك عارف ان في مشكله بتواجهنا دايما، المزارع بيشتكي من التسويق وبيقول لك الكميات اللي موجوده في السوق كتيره جدا، ما حدش عايز ياخده مننا. فبرضو انا مش بتكلم عن الغربيه فقط، انا بقول ولا على محصول البصل فقط، الوعي عند التعامل مع الزراعه، يعني ما تجريش ورا محصول اصل سعره مرتفع دلوقتي. طب ما هو لو الكل زرع بصل السعر هيقع والمعروض هيبقى اكتر من الاحتياج، فدي نقطه مهمه جدا انا بكلم المزارعين فيها، ولا راي حضرتك ايه؟ بالظبط حضرتك، هو طبعا السعر هو عامل محدد للمحصول اللي هيتزرع والكميه، يعني الكميه الاعلان، ودي سياسه الوزاره دلوقتي والزراعات التعاقديه، مركز الزراعات التعاقديه في الوزاره والسياسه السعريه للوزاره والمنظومه اللي شغاله دلوقتي حاليا، دي طبعا بتدي للمزارع دليل او بحيث ان هو يختار المحصول اللي هيزرعه، عشان هو بيبقى عارف السعر قبل الزراعه وبناء عليه بيحدد نوع المحصول اللي هيزرعه اللي هو هيحقق عائد او ارباحيه اكثر بالنسبه للمزارع. دكتور خالد، اخبار الاسمده ايه وصرفها؟ لا الحمد لله الاسمده الحمد لله متوفره داخل الجمعيات الزراعيه، وبنصرف لكل انواع المحاصيل اللي موجوده واللي تم حصرها ودخلت على المنظومه بتاع صرف الاسمده، ده على طول في الحال، واصبح عندنا دلوقتي خدمه مميزه ان في حاجه صرف فوري، يعني مجرد ما بدخل الحصر ممكن اقول له صرف لحظي فبيصرف لي على طول في الحال، والمزارع بياخد الحصه المقرره له بعد دخول الحصر على المنظومه.
يعني ما فيش حد بيتعطل على الحصر الفعلي والاستمارة ما جاتش وأصل ما عندوش استمارات في الجمعية؟ لا إطلاقا، الدنيا الحمد لله ماشية والأمور كلها بخير والأسمدة متوفرة. طيب المزارعين سامعين حضرتك، وأنا عندي ثقة كبيرة جدا في كلامك يا دكتور خالد على فكرة، وأنت كذا مشكلة عرضناها على حضرتك كتير ساعدت الناس وحلتها، وأي حد محتاج مساعدة أو عنده مشكلة في القطاع الزراعي يتواصل معانا والدكتور خالد هيحلها له ومش هيتأخر عنه. تحت أمر حضرتك وتحت أمر عايز برضو أسأل على حاجة مهمة يا دكتور خالد بعد إذنك، التواصل مع الري، لأن إحنا في اليومين دول أكيد الصرف الزراعي هيبقى فيه مشكلة، في بعض الأماكن هيقولك المصرف مكتوم الصرف عندي، وأنت عارف إن إحنا عايزين نصرف المية الزيادة عشان نحافظ على القمح وعلى المحاصيل المتوفرة. في تنسيق بيتم ما بين الزراعة والري في هذا الصدد؟ والله الحمد لله طبعا في تعاون مستمر بين مديرية الري بالغربية مع مديرية الزراعة، وأي مشكلة بتواجه أهالينا المزارعين على طول بيتم التواصل فورا مع وكيل وزارة الري بالغربية ومدير المدير العام للري ومدير المناطق اللي فيها المشكلة، وبيتم التعامل على طول ويتم حل المشكلة على الفور، سواء كانت عمليات تطهير أو تخاطي مثلا موجودة في مشكلة في توصيل المية، في أي عوائق حتى ولو كانت أشجار نامية وعاملة إعاقة للمية لمرور المية داخل المجرى المائي، بيتم التواصل مع البيئة مع الوحدة المحلية مع الطرق مع الري مع الزراعة، وبنعمل محاضر انضمامية وبنتخلص من أي مشكلة موجودة داخل المجرى المائي إن شاء الله. موسم ناجح يا دكتور خالد، أتمنى لك التوفيق والأهلين المزارعين على مستوى الجمهورية وفي محافظة الغربية. مشكورك شكرا جزيلا دكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية.